السلام عليكم واهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد من اتش برو زون. في الفيديو ده هنتعرف ازاي اطلع بوردة ايفون 12 برو ماكس، ولكن في البداية خلوني افكر حضراتكم ان دي فيديوز مجانية لوجه الله تعالى، وكذلك اللايك والسبسكرايب برضو مجاني، فما تبخلوش علينا. عشان تعرف ازاي وصلت لهذه المرحلة وخلعت الشاشة من على الجهاز، في فيديو موجود عندي على القناة، ويلا بينا نشوف هنخلع البوردة دي ازاي. اول حاجه لازم نكون فاهمينها ان البورده دي عشان تطلع من الفريم او من الشاسيه ده، عندي هنا فليكس بتاع انتنه ماشي لغايه هنا، ورابط هنا في مسامير في انتنه الفايف جي. فعشان تفك الكلام ده من غير ما تقطع الفلاته او الفليكس ده، لازم تطلع البطاريه بره الجهاز. يلا بينا نسخن بقى على ظهر التليفون ده، سواء بالايرجن او بالهيتنج باد، عشان نطلع البطاريه. سخنت الجهاز على الهيتنج باد على درجه حراره 100 درجه مئويه لمده حوالي 5-6 دقائق عشان اسهل عمليه خروج البطاريه. ايا كانت الطريقه اللي انت متعود عليها في فك بطاريات الاجهزه، ولكن انا هنا مش عايز اني انا ادمر الادهيسيف او الدبل فيس اللي في ظهر البطاريه، لاني انا هرجعها مكانها تاني. بحاول على قد ما اقدر اني انا احتفظ بيه، والجزء اللي يبوظ منه ما يكونش كبير. ادي بطاريه ال 12 برو ماكس. عندي هنا بقى في فليكس او في فلاته بتاعه الانتنه بتاعه ال 5 جي بتاعه الجهاز ده، انا عايز افكها من غير ما ازعلها باي شكل من الاشكال. فطبعا اول حاجة عندي هنا في تيب انا بشيله، وهي دي الفلاتة او هو ده الفليكس كيبل اللي انا بتكلم عنه، وهي دي المسامير اللي ماسكة الانتنة. طبعا دائما وابدا مفتاحك في ان انت العملية دي تمشي معاك بمنتهى السهولة هو ان انت تحافظ على ترتيب المسامير. قلتها في اكتر من فيديو، وفي كل فيديو لما تفك رتب مسامير عشان ترجعها بنفس الترتيب، مش اي حاجة في اي حتة تلاقي الدنيا قلبت بكوارث. خلي بالك بقى وانت بتفك الحتة اللي جاية دي، لانك هتلاقي في قطعتين مغناطيس، هوري لك مكانهم دلوقتي عشان لو في اي وقت وقعوا منك تعرف ان انت تركبه. عندي هنا الفلاتة بتاعت الفليكس والانتنة، الفيشة بتاعتهم اهي كده. انا فكيت الفيشة بتاعت الانتنة دي. القطعتين المعدن اللي انا بكلمك عليهم هم دول، ده شكل الواحدة فيهم، بتكون راكبة جوه هنا، عندي تجويف هي بتقعد فيه، وعندي اختها هنا برضو بنفس الطريقة في تجويف هي قاعدة فيه، عشان دول لو نطوا من مكانهم ما تقعدش تقول يا ترى دول جم منين وبيركبوا فين. بعد كده بالنسبة للفلاتة او الفليكس ده، فهو ماشي هنا عنده ستيكر صغير كده اهو، انا قطعت الستيكر ده. هو مفروض ان هو كان ماسك الفلاتة دي ورا جدار معدني هنا في الحتة دي، فلازم اني انا اقطع الستيكر ده عشان اقدر اني انا احرك الدنيا. بعد كده هشيل السيم تري او باب الشريحة، وبعدين هبدأ اني انا افك الفيش دي كلها واحدة ورا التانية. اهم حاجة تكون بتستخدم تول او اداة بلاستيك عشان تسببش كوارث، واهم حاجة تخليك حنين بس مع الفيش دي ومع الفلاتات بتاعتها، عشان خاطر في فلاتات بتبقى ناشفه شويه مفروض ان هي ما تتقطمش في ايدك. كده انا فكيت الفيش كلها، هبدا افك المسامير بالترتيب. كده السيم ريدر خلاص بقى حر طليق. وادي كده مسامير البوردة، وادي البوردة طلعت، ولكن مازال برضو اللي ماسكني لغاية دلوقتي الفليكس او الفلاتة بتاعت الانتنة. بالعقل بقى كده ايه بتبدأ ان انت تهربها عشان خاطر تطلع بالدنيا دي من غير مشاكل. شكرا. كده البوردة بالفليكس او بالفلاتة بتاعتها زي ما احنا شايفين هي ملحومة في ظهر البوردة من هنا، فكان لازم تكون حريص كل الحرص ان الدنيا دي ما تتقطمش ولا تتقطع معاك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك، ابعت الفيديو لحد ممكن يفيده، ويسعدني ويشرفني اشتراكك في القناة، وحتى نلتقي في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.